نعم لما انا اشوف فنيات بتاعته او اتكلم على الفنيات بتاعته. هو دلوقتي انا مستر فيتوريا دلوقتي جايبت دخلت علينا وكابتن حازم قال لك احنا عاملين مشروع 4 سنين. تمام. مشروع الاربع سنين ده حضرتك بتجيب ايه؟ بتحاول بقى تعمل هيكله وبتغربله وبتجيب لعيبه عندها اعمار سنيه كبيره. دلوقتي بقى محمد صلاح دخل في ال 32 ونني 33، يعني الاعمار بتاعت المنتخب بقت كبيره. نعم. وهجازي في ال 34. نعم. دلوقتي المفروض تجيب البديل. دلوقتي احنا ما شفناش اي حد. لو جينا نتكلم نقارنه بكروش، كروش مثلا جاب لنا محمد عبد المنعم اللي هو المساك، جاب لك عمر كمال عبد الواحد، جاب لك احمد فتوح، جاب لك اسامه فيصل اللي هو راس حربه وحسين فيصل، ايوه يعني جاب لك عمل مجموعه صغيره تقدر تسند المنتخب. انت جينا دلوقتي مستر فيتوريا ما جابش اي حد جديد. احنا بنتكلم على يعني جينا مثلا محمود حماده. محمود حماده انا مثلا انا جايب واحد ايه مظلوم، انا معاك جايبه مضرب للنار، لاعب ما بيلعبش معاك، جايبه مش عندك احسن مره مش غلطته ومره كاب فيردي وبره جنا تجيبه تلعبه ودور ما نعرفوش. طب انا هنزله تقول له شوط ضرب، يعني ما عندوش اماره. الواد نازل يعني شفت كده الكوره اللي جبت النقطه دي يا كابتن. الكوره اللي جت من شويه انا بحلف لو انا مكانه لا اجيبها. ايوه اجيبها جول طبعا. كوره سهله. الواد نازل خايف يا استاذ احمد، مش عايزين نازل خايف. نازل ليه؟ لعيب بعيد عن ثباته خالص، مستبعد طول البطوله. تجيبه تنزله الكوره دي، الكوره دي تضيع، خلص دي تضيع، خلص الماتش. اطلب حاجه بس، يعني هو في مشكله عند محمود حماده. ايه هي المشكله؟ لكن ما نذبحوش. ما شافش الكوره؟ مش هنذبحه يعني، معلش اللي هو يعني ايه، ما شافش الكوره يا كابتن. برضه يا كابتن وليد، كوره زي ايه يا كابتن وليد؟ يا كابتن وليد ده لعيب دولي، لعيب دولي كان بيلعب بقاله كاس امم. انا بتكلم على مركز الشباب. طب ومهند لاشين اللي خاف يشوط ضربه الجزاء يا كابتن ابو مسلم؟ ودي حاجه ثانيه برضه. مهند لاشين اللي خاف يشوط ضربه الجزاء. دلوقتي انا نازل مدير لعيب، انا مدير فني بنزل لعيب كوره. مش هو السبب برضه، ما نزلش يشوط ضربه الجزاء. اللعيب يقول لي مش هشوط ضربه الجزاء، يخلي على اعتذر ليه مهند؟ مش طب انا منزله ليه اصلا؟ وهو قال قبل كده، هو قال لو مش هشوط ضربه الجزاء ثانيه اعتذر. ولو هو قال قبل كده، هو المدرب المفروض انه جاب، ما هو كان هيشوف برضه. لا في لقطه يا استاذ احمد يعني وهم قاعدين ابو جبل، لو كان جبل لو جاب الجول كنا ما هو هيشوط، هو هيشوط برضه. جبل كان ماشي معاك بس هو الاهلي نفسيا ما كانش فاضي. انا دلوقتي نفسيا عندي مشكله من اخر نسخه، انا اللي مضيع اللي طلعت مصر اللي هو مهند خاف يبقى. فدلوقتي انا قبل ما انزله اهيئه اقول له في كذا كذا انت هتشوف. صح. بس انا لعيب دولي يا كابتن. ايوه بس هو فين بقى؟ لا هي غلطه المدرب ولعيب باخد 15 مليون. انا بقول لك اهو اخاف ازاي؟ وتاني حاجه برضه، تاني حاجه عندنا مشكله كبيره في حراسه المرمى. انت ليه مصدر لنا كل شويه اللي عندنا مشاكل والمنتخب مش مقفول عليه؟ اي مشكله واحد يقول بيم في المنتخب تيجي هنا في مصر. انت ليه مش قافل على المنتخب؟ انت جهازك بتعمل ايه؟ الناس الموجوده معاك بتعمل ايه؟ كان زمان موجود كابتن حسن، موجود كابتن شاوي غريب، الناس بتلم على المنتخب. دلوقتي اي حد يعمل اي حاجه تلاقيه مسمعه هنا، والناس كنت بتبقى عارفه كل حاجه. تلاقي يا استاذ احمد ان انت كل شويه تصريحات، امام عاشور قال كذا، كهربا قال كذا، مصطفى محمد قال كذا. انا في معسكر يا جماعه. احنا في المنتخب المعسكر بيبقى مقفول، ما فيش حد بيدخل ولا يخرج. انت ازاي كل شويه بتجيب تصريح من الناس دي؟ انت بتقابل الناس دي اللعيبه دي في المعسكر وتاخد منها تصريح ازاي؟ ما ينفعش. مسؤوليه مين ده؟ الاداري والمنتخب والمشرف عام على المنتخب، والمشرف عام على المنتخب كمان، والمدير الفني. طبعا هو استاذ احمد، لو حضرتك بعمل اعلانات الفرقه كلها عامله اعلانات، الاعلان بيطلع في ساعه ولا ساعتين، لا ممكن ياخد يوم كامل. نعم. يبقى ازاي اللعيبه دي تعمل كده؟ دي حاجه. انا ازاي ساكت على الحاجات دي كلها ازاي؟ فبنتكلم كمان ده عمل لنا كارثه كمان في اشراف حازم امام. طبعا عمل عندنا كارثه موجوده في حراسه المرمى. انت ازاي تاخد واحد عنده شرخ في ضلعه وعندك بسام موجود، عندك جنش موجود، عندك عواد موجود، عندك 3-4 انت يعني واخد عواد اللي بيشارك، وخد محمد صبحي اللي مش بيشارك بعيد عن الحاجات دي شهرين ما كانش عارف. نقول مثلا ابو جبل لا قدر الله حصل حاجه امبارح مش هيلعب وكنا كملنا، مسك الصبح لعب، هيبقى عندك مين؟ ما عندكش حد. بالظبط. ابو جبل يا كابتن مسرح كان واقف من اللعيبه يوم الماتش الصبح، كانوا بيباركوا له على انتقاله للاهلي. وبعدين يعني كارثه يتقال، كارثه ازاي يا استاذ احمد يوم الماتش؟ كارثه قبل الماتش ده كله كلام. ابو جبل راح الاهلي، مفيش بيان، كان رسمي، مفيش رسمي من الاهلي ولا من المعلومه خرجت، اللعيبه المعلومه اتسربت، كان بيتبارك له على الفطار يوم الماتش. مبروك يا ابو جبل الاهلي. استاذ محمود انت قافل على المنتخب، اخوه هنا كان بيتفاوض يا استاذ احمد. بص يا استاذ محمود، هو في حاجه اسمها موقع الرسمي للنادي الاهلي، او في النادي الاهلي بيصرح مجلس الاداره بيطلع يصرح، فما حد صرح، ما حدش اتكلم، ده ممكن حد يطلع اشاعه انت مش تراها. كل الانديه اللي طلع عليهم كلام ما حد. لا بس هو الكابتن احمد، الكابتن احمد شوبير كتب ان الراجل ده ابو جبل راح الاهلي.